هايلة يا حبيبتي، كنت زي القمر بجد، برافو عليكي. ممكن تديني فرصة أشرح لك؟ تشرحي لي إيه؟ تشرحي لي أنت ليه اتجوزتي بعد بابي وأنت وعدتيني إنك عمرك ما هتعملي كده؟ ولا إنك ليه خبيتي عني ولا اتجوزتي من إمتى؟ أنا عارفة إن أنا حاسة بيكي وعارفة إن هجاوبك على كل الأسئلة، بس ممكن تهدي؟ هتفرق في ايه؟ نتيجة واحدة، انت كنت غير اي ام في الدنيا. انا وانت كنا اصحاب وعمرنا ما خبينا حاجة عن بعض. عمرك ما كنت انانية ولا ما بتفكريش غير في نفسك. انا اللي قدامي دي واحدة ما اعرفهاش. فين؟ احنا في اكتر مكان ممكن تنسي فيه اي حاجة. يلا ايه المكان ده؟ مش قلت انك مش قادرة تروحي؟ تعالي انت. هتحسي في الاول ان انا خاطفك، بس بعد كده هتتبسطي. مين؟ مين اللي هيخاطب؟ حاجة نعمات موجودة؟ يا مرحب، يا مرحب بالغالي وابن الغالي. مرحب يا حبيبي. وحشتيني والله العظيم يا عمتي. يا واد يا هجاص، لو كنت وحشتك كنت سألت علي. والله العظيم الشغل مطلع عيني. إيه؟ ربنا يعينك. من القمر دي؟ دي نور زميلتي. بسم الله ما شاء الله. تعالي يا نور اما ابوسك، تعالي. ازيك يا توم؟ اهلا بك يا حلوه.